عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا ومرحبا فيك. كيف تعرف إنك مسيحي؟ أو متى تستحق تكون شخص من أتباع السيد المسيح؟ تعرف إنك تابع للسيد المسيح إذا كان المسيح هو القائد الحقيقي والمسؤول الأول والأخير عن حياتك، يعني هو إلهك وسيدك ومعلمك وصديقك وقريبك وأقرب المقربين لك. هو السيد على حياتك وعلى بيتك وعلى عملك وعلى كل تعاملاتك. تقبل كلامه وتطبق وصاياه مع نفسك وفي البيت وفي الشارع وفي كل مكان ومع أي إنسان، فيكون هو الشخصية البارزة والمؤثرة في حياتك وشخصيتك من خلال تعاملاتك وأقوالك وأفعالك ومشاعرك ومشاريعك وحتى طريقة تفكيرك. فما عد تحيا أنت، بل المسيح يحيا فيك. تتكلم كلامه وتعمل أعماله وتشوف كل العالم بعينه ومن خلاله، وتتغير حياتك وتكون معاه إنسان جديد، فالأشياء العتيقة قد مضت وها الكل قد صار جديد. جديد يعني إن معرفتك فيه غيرت طبيعتك البشرية وخلتك إنسان جديد بطبيعة مسيحية جديدة. ولأن المسيح محبة، فأفعالك وردود أفعالك لازم تكون صادرة ونابعة من قلب إنسان محب. وإذا كانت طبيعة الإنسان العادي أن يقاوم الشر بالشر ويقابل الحب بالحب، أو يطبق نظرية العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، فطبيعتك الجديدة كإنسان مسيحي ترفض كل ذا الأفكار، فلا تقاوم الشر بالشر ولا العين بالعين ولا البادي أظلم، لكن تقابل الشر بالإحسان والكره بالمحبة والاضطهاد بالمغفرة والعداوة بالصلاة. فما عاد قانون العين بالعين والسن بالسن يتناسب مع طبيعتك الجديدة كابن من أبناء الله. كونك تابع للسيد المسيح يعني إنك تتعامل مع كل الناس بنفس تعامل المسيح معهم، بقبول ومحبة، حتى مع اللي يكرهونك أو بينك وبينهم عداوة، لأنهم أول من وصاك عليهم المسيح، وأكثر ناس محتاجين محبتك وصلاتك. وتفهم إن كل الناس أهلك وناسك ومحتاجين محبتك، مش بس المسيحيين، لكن كل إنسان غيرك يعتبر أخوك وقريبك ومحتاج حبك وبرك. إنك تابع للسيد المسيح يعني إنك تتحل بأخلاق سيدك في الأمانة والصدق والحكمة والصبر، وتكون إنسان وديع ورحيم وبسيط، متواضع ونقي القلب، مسالم وصانع سلام، سلام مع نفسك ومع أسرتك ومع كل الناس. إنك تابع للسيد المسيح يعني إنك ما تعتدي ولا تخون ولا تخون ولا تظلم ولا تفسد ولا تكره ولا تحقد ولا تنتقم. إنك مسيحي يعني إن حياة الناس مقدسة عندك، ما يرخصها معتقد أو دين أو مال أو حريم أو أي شيء ثاني. فالإنسان عزيز جدا على قلب السيد المسيح ومدفوع فيه ثمن غالي جدا. عزيزي المشاهد، إنك مسيحي يعني إنك مواطن صالح في وطنك، تحب بصدق وتبنيه بجهد وتعب وتحرسه بعيونك من كل شر، تحترم قوانينه وتتقيد بأنظمته وتقبل شعبه وتشارك في تقدمه وازدهاره، وتكون عضو مفيد وفاعل في مجتمعك الصغير كجزء من وطن وعالم كبير، وتصلي أن يحفظ الله وطنك ويدوم عليه الخير والأمن والأمان. كونك إنسان مسيحي يعني إنك تحب الخير للكل وما تستأثر فيه لنفسك، ولأنك مؤمن بأن معرفة المسيح خير وخلاصة أكبر نعمة، فأنت حريص على مشاركتها مع أخوانك والناس حواليك، فتكتب أسماءهم معاك في سفر الحياة ويكونون أبناء وارثين معاك في الملكوت السماوي.
إنك مسيحي يعني إنك ضامن الأبدية بدم المسيح ومغفورة لك كل خطاياك، ومع كذا ما زلت تحب عمل الخير ومساعدة الغير وتعمل البر، ولا تستهين أبداً بنعمة الخلاص أو تسترخص الخطية. أنت مسيحي يعني إنك تعيش، إنك ما تعيش بالسيف ولا تدين الناس، لا تقتل ولا تسبي ولا تغتصب. إنك مسيحي يعني إنك عارف إن كل الناس متساويين ومساويين لك، مهما كان لونهم أو لغتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو عاداتهم أو حتى ديانتهم. تقدس أسرتك وتحافظ عليها وتكون دائما هي أول اهتماماتك، وتعرف إن المرأة مساوية تماما لك وفي كل شيء، في الحقوق والواجبات والاحترام والتقدير والتعامل، وكل واحد منكم له دور مكمل للثاني بدون تفضيل أحد على أحد، فكلكم معين وشريك ونظير لشريكه. إنك مسيحي يعني إنك عارف وحافظ وعود المسيح لك، وتدري زين إنه لا وعدك بغنى مادي ولا مركز اجتماعي ولا منصب دنيوي، بالعكس قال سيكون لكم في العالم ضيق، ومع كذا أنت قابل وراضي وحامل صليبك وماشي معاه ولا هامك أحد، وحاس إنك أغنى من الكل وفايز ومنتصر ورابح حياة أبدية وقوة معنوية وراحة نفسية. إنك مسيحي يعني إنك في علاقة مستمرة وشخصية مع الله، علاقة أثرت عليك وعلى منطقك وفهمك وأهدافك، فما عدت تركض ورا كسب مادي أو ملك دنيوي، لكن إنسان تقدس أفكارك قبل أفعالك وتطهر قلبك قبل جسمك، وتثق إن الله يحبك وخلق كل ذا العالم عشانك ولأجلك أنت وأهلك، فحافظ عليه وعليهم، واذكر إن وصيته لك أن تحبه من كل قلبك ومن كل تفكيرك وبكل قوتك، وتحب قريبك كنفسك، وتكون نور للعالم فيرى الناس أعمالك الحسنة فيمجدوا أبوك السماوي، وبكذا تعرف إنك تابع للسيد المسيح. فهنيئا لك باتباع المسيح، وهنيئا لكل الباحثين عن الحق. كذا كان المسيح، وكذا طلب منا نكون، وكذا نتمنى العالم كله يكون، فتكتب أسماءنا كلنا في سفر الحياة. وفي الختام أشكر متابعتكم، وفي انتظار أن ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام ختام، وفي أمان المسيح.